السلام البنات، مرحبا بكم في القناة. اليوم غنشارك معكم المعسلات بقلاوة اللي بحلة جديدة وبطريقة مميزة وبمذاق رائع وبحشوة لذيذة غتعجبكم، والصراحة تتجي زوينة ومميزة وبطريقة بسيطة وبمقادير بسيطة، وتتكون يعني سهلة لكم حتى في الخدمة. تبعوا الفيديو حتى الاخير، الصراحة غتجي بمذاق رائع وبحشوة لذيذة وبقرمشه كما عودتكم في الوصفات ديالي ديال المعسلات، يعني تتجي لذيذه. وتنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم. مرحبا بكم في القناه ديالي، غتجي بطريقه زوينه مقادير بسيطه ونتمنى تعجبكم. شوفوا الورقه ديالنا تتجي مقرمشه وطيبه للداخل، يعني كيفاش الطريقه ديال الطياب، الطريقه ديال الحشوه. الحشوه غتجي طريه من الداخل، ما ناشفاش ورطبه، وفي نفس الوقت معلكه بواحد يعني واحد مكون غندخله في الخليط ديالي او في الحشوه ديالي اللي غيزيدها لذة اكثر. تبداو الفيديو معايا. اول حاجه غناخد 300 غرام ديال الشريحه، الا كانت عندكم معسله بلا ما تحتاجوا ترطبوها شويه في المطايب. انا رطبتها واحد ساعه في المطايب، وعاد باش غنقطعها طريفات، سكترتها ونقطع طريفات خاطر ما لقيتش ديك الطيبه بزاف، الشريحه لقيتها عاديه. الا لقيتوا ديك المعلكه اللي رطبه بلا ما تزيدوا عليها المطايب، تقطعوا طريفات بحال هكا. وغنديروها في كاسرونه لان غنعسلوها، وغنزيدوا عليها يعني طريفات، غنزيدوا عليها نص كاس على عصير ليمون، وغنزيد عليها السنيده على حسب الذوق، ولكن انا مع الشريحه تتكون عندنا معسله انا هدرت غير جوج معلقات ديال السنيده. وغنزيد قشره البرتقال، الا ما كانش عندكم هذا النوع انا كنت حيدتهم المركزات ديال الليمون اللي شاركت معكم، الا ما كانش عندكم غتحكوا القشره ديال هذا البرتقاله اللي غتعصروا. هنا انايا درت هذيك القشره اللي انايا كتحيدتها من المعسلات ديولي، عفوا من المركزات ديولي، ونحطه على البوطه يبقى يطيب يطيب كتي تيتعسل حتى تينشف لينا تماما. وبالنسبه انايا خليت يبقى واحد طريفات ديال الشريحه يبانوا لينا وغيجيونا باينين في الحشوه. اللي ما بغاتهمش تقدر تطحنها يعني بطحان كهربائي باش تحيدوا هذوك الطريفات، غير هما تيجيو ما باينينش وتيجيو الصراحه لذات، يعني من الاحسن خليهم. تنهبطوا في العاشقه ديالنا بهذيك الحشوه مزيان باش اللي بقاو لينا شي طرفه كبار نحيدوهم، وهي يا ضروري خاصها تنشف لينا الحشوه ديالنا وتتعلق. وندوزوا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه غنقول لكم المقادير اللي غنحتاجو. هنايا الشريحه ديالنا من بعد ما بردات وتعلكات ونشفات تماما في الماء، قلنا ضروري تعسلوا داك الليمون ينشف. هنا غناخد 600 غرام ديال الكاوكاو اللي سلقتو وفسختو وقليتو في الزيت، يعني حمرته في الزيت، يعني التحمر ديال الزيت راه باين. و 160 غرام ديال السنيده، وهنا الزغ ديال نكهه البرتقال، وهنايا معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال القرفه، وهنا معلقه ديال المربى ديال الليمون. انا كنت مصايباها في الدار معسله الليمون واخداها، تقدروا تستعملوا مربى ديال التي الا كانت عندكم، يعني تتبقى الاختيار ديالكم. والمزهر باش نجمعوا به الحشوه ديالنا، يعني ضروري مع الزهر غنحتاج واحد الكميه قليله ماشي كثيره. غتتبعوا الفيديو. غنطحن داك الكاوكاو اللي حنا قالينو مع 160 غرام ديال السنيده، تنعاود ناكد المقادير، نطحنو مزيان حتى تيتعلق لينا ويرقاق لينا مزيان، يعني ضروري تيتعلق لينا مزيان بحال هكايا. تنهبطو باش غنكملوا المكونات فيه. كيف تتشوفوا كيجا معلك وعطانا داك الزيت ديالو. تنكملوا نهبطوا الحشوه ديالنا في واحد الزلافه اللي غنخلطوا فيها المقادير كاملين. اول حاجه يعني تنهبطوا كل شيء المقادير اللي عندنا، وغنتبع معكم المراحل ديال الوصفه. هنا قلنا 600 غرام ديال الكاوكاو، تنعاود ناكد على حساب البنات يعني تيسمعوا المقادير باش يضبطوها. هنايا الشريحه من بعد ما معسلها وبردت لينا غنزيدوها، يعني تتجي الصراحه لذيذه يعني مع الكاوكاو، غتجينا زوينه في الحشوه وغتجيكم مميزه. جربوها، ونكهه الليمون الصراحه تجي رائعه يعني غتعجبكم، لينا عسلتها وخاصها ضروري تنشف. هنا زدنا القرفه وزدنا ديك المعلقه ديال الزبده اللي هي هابطه شويه رطبه، وهنا هنايا نكهه ماء هذا نكهه زهره البرتقال. وهنايا غنزيد معلقه ديال المربى الكوفيتير، هنايا ناده ديال بنكهه الليمون، كنت مصايبه الليمون معسله، هذا البرتقال يعني النكهه ديالو
داك السيرو اللي نزل لينا من الليمون اللي كنت معسله، يعني نكهه البرتقال. الناس اللي ما تيتوفروش على البرتقال الكوفيتير قدروا يديروا ديال التين، اللي ما كانش يقدروا يديروا اي نوع ديال المربى، معلقه يعني صغيره او كبيره. يعني انا درت هذه خد تقيل، ولكن هي من الاحسن ديروا معلقه كبيره. صات نحاولوا نخدموا بيدينا باش يندمج لينا العناصر والشريحه تخلط لينا مع كاوكاو. ضروري يعني تتحاولوا تخدموا في صبيعاتكم من الاحسن. تنقادوا العناصر ونحاولوا ديك الزبده ندخلوها حتى هي القرفه، عاد باش نزيدوا المظهر. المظهر تنجمعوا به العجينه ديالنا اللي تتولي عندنا واحد الخليط اللي متجانس، وتتعطينا واحد الحشوه اللي زوينه وطريه في يدينا، وتجينا هشيشه وتنكه لينا حتى كاوكاو ديالنا تيجي منكه حتى بالمظهر، لان المظهر تيجي تا هو مع المعسلات. صافي تنخلطو مع الكوت، تنزيدو شويه ديال المظهر، تتقاد لينا الحشوه ديالنا. ضروري هنايا انا ما عطيتش العبار مضبوط، تنخوي غير واحد شويه ديال المظهر. يعني شاركت معكم المقادير مضبوطه، وهنا المظهر يعني تنزيدو غير بواحد شويه حتى تنشوفو الحشوه ديالنا كي دايره، اللي تنبداو نهزو فيها تنلقاوها بان غتولي لينا يعني مجموعه وغتعطينا شكل صبيعات. كيف تتشوفوا انا غنوريكم اللي تنجربوها بحال هكا تلقاوها. شوف اش جمعت لينا، هنايا بحال هكا تنجمعوها، غنجيبوها بحال هكا تنجمعوها. انا غندير مرقم الهكايه غير بغيت نوريكم كيفاش تكون الحشوه ديالنا اللي رطبه. مهم الحشوه ديالنا تتكون مدلوكه ومطحونه مزيان، مخلطه في العناصر ديالنا تتكون تجينا رطبه. الورقه ديالنا حتى هي تتكون مخدومه مزيان، صافي تتعطينا واحد البقلاوه اللي هي رائعه ومقرمشه. هنا هو الصبيعات ديالنا قاديناهم على حساب اللي غنديرو. هذه هي ورقه الفيلو اللي كتتباع جاهزه. انا تنشارك معكم كل شيء على حساب الناس اللي تيدخلوا المطبخ اول مره، او البنات اللي تبغوا يجربوا شي حاجه اول مره، او شي حاجه ما تيكونوش واخدين على فكره. تنبغي نشارك معكم كل شيء، غادي نشارك معكم حتى التقسيم ديال الورقه كيفاش غنقسموها. تنحلوا الورقه ديالنا، هي فيها 9 الورقات، يعني هاد الورقه اللي تنحلوها تيكون فيها 9 الورقات. غنشارك معكم كيفاش غنقطعها وكيفاش غنديروا العبار ديالنا. يعني قلت نشارك معكم كيف تقسموها. هي هاد الورقه تتكون حساسه، مهم انا غنشاركها بالطول ديالها 4 المرات. بالنسبه للناس اللي بغاو كبيره يقطعوها على 2 تتعطينا العرض، تتجينا كبيره. هذوك السيجار ديالنا انا بغيت نديرهم مويين، غنقنتني الورقه ديالي على 2، يعني هذاك المجموعه كامله ديال الورقه تنتنيو على 2 وتنقطعوها. يعني هذا على الطول ديالها، على الطول ديالها غنقطعوها على قلنا على 4. بغيتو ديرو سيجار كبير غتقطعوها على العرض على 2 مرات، صافي على 2 مرات، ولكن حتى تعاود تقطع من الوسط لان ما غاديش نقدروا نروليوها كامله في داك ليسباس ديال الطول. نفس الطريقه اللي غديروها في العرض تديروها في الطول، غير هنا في العرض انا درت قطعتها على 4. غادي نحيد هاد الطرف الاول غنتني بحال هكا، وغنقطعو ثاني نتني قلنا على 4. تنحاولوا نقادو باش ما تجيناش تقطيعه اكبر من الجهه، خاطر هاد الورقات لان كل وحده محلوله على اختها، يعني ما تيكونوش لاصقين. تنحاولوا نقادو بحال هكا وتنقطعو بالمقص باش نحتافظوا على داك العبار ديالنا. انايا غنكملها بحال هكا في التقطيع، وهي تتبغي تخسر لينا تنحاولوا نحلوها بحال هكا من الاحسن ونكمل التقطيع، تخافوش منها. ترجع نتني ثاني هادي على 2، يعني بحال هكا، يعني على العرض ديالها باش نقطعوها ثاني باش تعطينا شكل السيجار ديالنا كافي. هاد الورقه يعني تولوا عندنا كل تقطيعه فيها 9 الورقات، يعني هنا عندي 18 حبه، يعني 18 وحده. تنقطع هادي، تنعاود نقطع هاد النص الاخر ثاني. دائما اللي تبغوا تقطعوا الورقه ما تقطعوش الكميه كامله، قطعوا غير نص الباكيه او الربع على حسب الحشوه. لكن كنتو اول مره غتخدموا شي وصفه او اول مره غتخدموا شي مقادير، يعني باش ما تخسرش ليكم وتضيع ليكم. تنشدوا هذيك الورقه
تنخليهم بحال هكا، تنتنيو هادي في البلاستيكه باش ما تنشفش لينا ضروري. هذا باقي عندي هنايا النص ديالها، انا استعملت هاد التقطيعه ولكن تقطعت النص تاني على جوج، هاد النص على جوج يعني مشى ليا الربع ديالو، بحال ثلاثه المرات ديال هاد التقطيعه اللي خدات ليا وبقات ليا قد ثلاثه. غنخشيوها في الباكيه باش ما تخسرش لينا بالبرد، وهي ملويه في داك البلاستيك ديالها. الشيء الاخر خشيناه في الميكا، وغنهز واحد الكميه ثلاثه الورقات اربعه تنحط وتنبدا نخدم، ما تنخليوهاش تعرض لينا البرد باش ما تعطيناش داك النشوفيه وما تطواش لينا. تتكون عندي هنا الزبده والزيت دايبين باش غندهن انا داك الكورني ديالي او السيجار اللي غندير او بقلاوه كما كل واحد كيفاش يسميها. تندهن غير واحد شويه ديال الزبده، ما تنكترش بزاف نفز زق داك الورقه، يعني خت غادي ندهنوها تاني اللي نستفوها غير باش ما يجي الزبده مدهونه. تنحطوا داك السيجار ديالنا اللي مكون من الشريحه او التين، يعني كل واحد كيفاش يسميها. وهنايا غنثنيها بحال هكايا السيجار ديالي، وتنبدا نلوي تنحطو، انا ما تنحطوش على طرف ديال الورقه، تنزيد واحد شويه وعاد باش نثني. انا شاركت معكم بشويه على حسب اي وحده تقدر تتبع معايا المرحله وتخدمها. وتندهن اللاطه ديالنا بالزبده والزيت، خدت هاد الحلوه ديالنا غتدخل الفرن ما غاداش تقلى، يعني هاد المعسلات اللي تيدخلوا الفرن في اللاطه. وهذيك البلاصه اللي تتكون عندنا محلوله ما تلصقوها لا بدقيق لا والو، تنحطوها غير اللاطه لان معطيه بصافي تتلصق. تنعود ندهن الورقه الثانيه الاخرى بطريقه بسيطه وسهله، يعني ما تقدر تخافوش منها. تنكمل بحال هكا، تنبقى غاده بهذيك الورقه ديالي. نفس الطريقه نكملوا كلشي السيجار اللي عندنا، تنقادو بحال هكا وما تنجروا لا ورقه لا والو، لان هاد الورقه تتكون حساسه الا جرينا راه تتقطع، ولكن في نفس الوقت ما نخليوش الهواء بين الورقه والحشوه ديالنا. تنبقاو غاديين بحال هكا، ودائما هداك فين تنتهي الطرف ديالنا الاخير تنحطو هو منه اللاطه وتنستفو كاملين الورقه ديالنا بحال هكا. شو انا راه خليت غير اربعه الورقات برا يعني على سطح العمل، والاخرين في الميكا يعني بلاستيكه ديالنا باش ما يخسروش لينا. تنكملوا الحشوه ديالنا صافي، تنبقى غاده بحال هكا تنكمل. تجي الصراحه لذيذه هاد الحشوه، جربوها وتاهي تجي من المعسلات اللي لذيذه ومهمه، وتجي بسيطه الصراحه ما فيهاش واحد التعقيدات، ما تخافوش منها راه تتصدق معاكم ولو اول مره غتدخلوا المطبخ. صافي تنعاودوا، شو الشكل ديالها تيجي الصراحه لذيذ وشهي شهي، حتى المنظر تيجي زوين. غنكمل نفس الطريقه على كل شيء الحشوه ديالنا. نتمنى تكون الفكره واضحه ووصلت لكم. تنقاد السيجار ديالي بحال هكايا، تنستفو في اللاطه كيف تتشوفوا وحده حده وحده، وتناخد باقي ليا من هذيك الزبده والزيت غندهن بها داك السيجار من الفوق باش يعطينا وداك القرمشه وداك اللون الذهبي اللي تيكون عندنا في البقلاوه ديالنا، باش تيجي عاطينا واحد اللون. غندير نشعل الفران خليه تيسخن ويكون شاعل من التحت ونديرها هي الفوق، ولكن تنقصوا البوطه يعني بحال تنطيب في الكيك باش هذيك التحمار ديال البقلاوه ديالنا الورقه تتحمر حتى لداخل وتتجي مقرمشه وتتنشف لينا الورقه كامله وتتاخذ لينا لون ذهبي حتى الورقه الدخلانيه. ما نجهدوش البوطه باش ما تحركش لينا ويبقى العجينه لداخل ابيض، يعني ولا تحرق في قونت وتبقى في قونت. من الاحسن نقصوا الفران وخليوها طيب على خاطره كيما فشتو. تنخرجوها واخده واحد اللون اللي كله ذهبي، نفس اللون في الجناب لداخل كلشي، ولكن السر ديال هاد اللون تتنقصوا الفران ما تجهدوش الفران. تنقادوا الحلوه ديالنا مع تتكون هي بالزبده وتتكون رطبه ما تتلصق لينا ما والو، تتحرك تنقادوه باش لي غنسقيو بالعسل، يعني تتاخذ لينا يكونوا قراب لبعضياتهم. صافي تنشدوا العسل تندفيه واحد شويه العسل ماشي بزاف غير باش ما يكونش ثقيل، وتنكبو فوق هذيك البقلاوه ديالنا ونخليها تتبرد تماما وتشرب لينا العسل مزيان. هي راه التمر عفوا الشريحه وداك السكر وداك الكاوكاو يعني واخد واحد اللمطه ديال الحلاوه لداخل، حنا غنزيدو غير واحد شويه ديال العسل اللي تيعطينا واحد البنه اللي زوينه. شو المنظر ديالها كي داير، اللون الصراحه تيشهي. وزينت بها الديكور، وانتم تقدروا تزينوه باي حاجه. نتمنى تعجبكم، والناس اللي تيشوفوا القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالابوني،
طلبا وليس امرا، والناس اللي عندهم القناه ديالي دائما لايك لايك باش طلع الناس حتى هما يستافدوا ويشوفوا الفيديو يطلع للناس اخرين. تنشكركم على الدعم ديالكم، وكيفاش تشوفوا الورقه طيبه الداخل، يعني داك التحميره ديال الطياب ديالها مهم يعني الفران. نتمنى يكون هذا الفيديو وصل لكم الشرح ديالو واستفدتم منه. الى اللقاء، ومرحبا بكم، ودائما معكم وصفات شيوة الحاجة رشيدة، ومرحبا بكم وبالسلامة.